جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا من أسئلة عن حكم البيع والشراء يوم الجمعة. لا بأس به إلى أن يؤذن الأذان الأخير الذي عند دخول الإمام، فيحرم البيع والشراء ويجب الاتجاه لسماع الخطبة وصلاة الجمعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم إذا صلى وخرج من المسجد إنه يزاول البيع والشراء، فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذلك في الصلوات الخمس، إذا أذن المؤذن وجب على المسلم أن يتجه لصلاة الفريضة مع الجماعة ولا يجلس للبيع والشراء. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.